بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نبارك العريسه الغاليه المهندس طبعا اخو الفنان الاستاذ عبد الله الاستاذ احمد ونقول لكم على المصطفى صلى الله عليه وسلم معه. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير. وحيا الله بالحضور جميعا وارحموا فوق العين فوق الروح. وحيا الله الفنانين كلهم من طائل. السلام عليكم وارحبوا ايها الفنانين في عرس اخو الاستاذ عبد الله الفقيه الاستاذ احمد الفقيه والبش مهندس زي ما قال استاذ سمير. وعن قال سويا واياكم مع مسرحيات الو من معي بطولات نجم الكوميديا الاول الاستاذ محمد قحطان. ايه الاستاذ محمد قحطان شارك في البطوله ايضا الفنان سمير قحطان. هكذا تمام يا استاذ سمير. عجبني هذا اللي بيصفر الكبير هذا اللي بيتمخلع. مسرحية الو من معي شارك في البطوله وزير الفنان طارق السفياني. مسرحية الو من معي اخراج عبد الرزاق قحطان. نبقى الان واياكم مع المسرحية. ايوه الو من معي وين انا عدنا الان وصلت للبيت. ايوه مش قلنا على المكتب. ايوه بس معي موضوع مع الولد. الولد يدخلنا البلاء وقلنا نلتقي احنا في البيت معنا موضوع ضروري شي نتكلم احنا والولد. ايوه ضروري. انت اين انت؟ عدن في البلاء. طيب كما قدك في المدينه نتواصل. ايوه نتواصل نلتقي في المكتب. ايوه في غير ساعه بس اكلم الولد وان شاء الله ارجع الاعمال. يلا في امان له. مع السلامه. ايوه دحين انت تفعل واخذ حق بكل عصبه. ليش تجي حوالك كه؟ لما تجي تفعل هكذا يا ابني حتى انت ابوه. شوف هذا انت ابوه كيف عرفه على الولد. صلي على رسول الله. ايش اسمك انت؟ ما ادري ايش معي. ايش؟ قال لك من عند احمد اخي. والله رخيص. ان جاء محمد اتصل الولد. محمد اتصل لك. الو محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كيف التغطية فل. جاوبت انت احسن من التلفون. قال لك جزائر يلا قلت خبال هذا. الو قول قلنا لا الا صوع. حياك حياك ما شاء الله والكوفية شو يطلع بسرعة. لا ما شاء الله. ما يقرب لك هذا. ايش بقى كوفية دي يا ولد. ايوه ما هو ذا ابني؟ هيقطع الصوت. ايوه ها ما هو ذا ابني؟ ايش؟ ما هو ذا؟ ما امه ما هو ذا النص هذا؟ ما هي البهدلة هذا؟ مش البهدلة هذا برد برد؟ يس برد لها نفس الشتاء. الشتاء؟ الشتاء هكذا يا ابني؟ ما الشتاء اخبث من كذا. الشتاء اخبث من كذا؟ لا معك الشهر تيتا. ابني هذا بعد هذا قد الاربع الفصول. اربع الفصول؟ ايوه اخبث منه. ليش بدك تبهدل؟ ليش يبني تبهدل واحنا في نعمه في خير معانا بيوت معانا اراضي معانا فلل معانا سيارات معانا مساكات وقباضات حق الزق ما حق الزق معانا جواحل وبطاريوت. ليش يبني تبهدل؟ انت اللي ما قعدت في ثانيه وقعدت معانا طباريات. الله يحفظك. ما قلت انت ما قلت ليش تريد السوله ليش؟ يا بابا انا حقك ما عاد عرفتين حقك يا ولد. اي حل حقي خرجنا من الوساده. هذا عن عيد الحزين. لين ما خرجت من الوساده؟ ذكريات ذكريات احس جعل ذكريات ما هو انت عاد رجعت مش علي فنجي ساعتين الله يرضى عليك. ذكريات اي ايش من ذكريات يا محمد؟ واما بنعمه ربك فحدث. ايوه احنا في نعمه. ليش تلبس هذول الملابس؟
يا ابا انا قلت البسني قلت حقك وانا قلت البسني الداري اللي يعني انا قلت حقك وانا قلت البسني ليش تلبسن من حقي ان انا بس من حقك بي ليش تلبسن حرام لك ريحه اي احسن ها ليش تلبسن لا تكذب انا لبستني ذكريات والله ما ذكريات ليش والله انت بتلبس من حق امي ما تحاكيناش معاها طيب ما لبلا زعل شوف يبني انا وقتي من ذهب انا فلت عملي وجيت للبيت قلت معك موضوع ضروري مش تتكلم فيه انا كلي اذن صافية ما هو موضوعك موضوعي يا با انا اشي اقول لك ان قد انا خاطب قال لي سبع سنين والله لو انا يعني خطبت من كلية الطب من قد انا عقيد المهم قد ايش عقيد ركن طبيب اشعار اشعارك الحاني الله يبارك فيك حياك انا فلت عملي يا ابا انا شي زوي اسد قد بلغ دحلت في 70 مره ثاني سعفوني وانا درست في غيبوبه 4 ايام سنتين على 4 ايام سنتين على ايوه عرف هذه الجمله هي تعرف نفسها انا اعرف الان انا ليش جيت لعندك ومعك كلام شي زوي ما شوف انا كلمتك يا محمد مره بعد مره الزواج انا مش ان انا عاجز انا ما زوج انا قادر ازوجك الان بعد اتحدى رند ابن ابوك ايش رند ابن ابوك زوجني الان بعد حرام يا اختل ماذا احنا استضيت انه حرام وانت ايه حرام زوجني بعيش خلاص زوجني باربع وستي بكان عندك لو ما كمل الاربع هي والله تعالى هل يزل اكمل الاربع اسمع ابني اول واحد توظف وبعد الوظيفة عرف زواج افعل لا تربطيش الوظيفة بالزواج الوظيفة عجي انت اقول زوجني ان كلنا ويترا يبني دائما الاب يسعى في مصلحة ابنه صح ولا لا ايوة بس انا بل اشوف مصلحتك انك اول شيء تتوظف بس المعروف الو ممي بس ايوة وين بس ايوة كل ابو كل ابو خلاب حاجة صارت بين عمل بس المعروف يا ابا يلا أبا في أمان الله معك مع السلامة بس المعروف بأي موضوع ضروري مع الوالد الشيء تفهم معه أبا يلا مع السلامة أبا بس المعروف إنه الأب لو ما يكبر يضعف نظره ولذلك ما عادش تشوف مستقبلي أنا ليش شفت الملابس أولا؟ أنا لاحظت الملابس أه؟ أنا لاحظت الملابس أولا إن مش نحكة صح ولا لا؟ أيوه إذا خلص نظري صحيح صحيح جدا أيوه تعالى شي زواج أنا ومن معي يا حي منصورة دي عدم متعزب أيوة أيضا أباك شي الزواج الشارع على 12 متر افعل 12 متر أين 12 متر افعل 12 متر افعل 12 متر يا أولي أيوة من بعد 12 متر حقي أيوة الشارع حق الناس مترين أيوة الشارع يلا اعملوا ليل يا حمران العيون يا شرابين المضيد يا أكاين العصيب ليل مع السلام انه انت بتعمل معاهم ماشي انا فلت عملي يصوع وانا شربت المضيد اللي في عزان انا بنتكلم مع الشقه انا معانا اعمال انا فلت عملي وجيت اسمعك لكن موضوعك الزواجه ما بالزواج الا بعد الوظيفه هكذا كلمه يا ابا انا قد قدمت شهادتي انا كلهم للشركه وقد يقبلوني اتوظف كما توظف زوجي انا على توظف على توظف اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياك حياك سرك في بي خالي علي حيا ابو خالي حيا يا عسكري جنبني خالي علي والله بنذكرك بكل خير في كل ديوان في كل نكتب بنذكرك والله الله تعالى خلاص الحلم الحري يستأذنكم ها يستأذنكم الحري يصير عمل اول برايكم يا رجال برايكم يا رجال
الله وانا عاد اسال بسرعه يا مسمي. حي الله من جابه. الله يا خال علينا انا بيض اضحك. الو من معي؟ وين انت؟ تمام 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 يلا يعني عاد باقي معك نص ساعه لما توصل. ان شاء الله التقينا وانت في المكتب. يلا في امان الله مع السلامه. يلا مع السلامه. ايوه ابني نحن صلينا على رسول الله. اللهم صل على ابانا وبارك. انا عشتك دخلت بعد الا ده ولا؟ مين؟ 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 هذا واحد هذا الكلاب كلاب ما بيصح هذا لو فيها لا بلا تشتم بعضك الكلاب فحصل اول. مين؟ والله اني الكلاب. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم والله ما يالكلي. ما هو؟ من هو اخوه؟ تاري. يلا مين؟ ها! ادخل ادخل ادخل. محمد! ها! محمد! ها! يا محمد! ها! خلي خلي صل عليك صل يا محمد صل عليك يا محمد يا محمد يا مرحبا يا محمد حبيبي يا مرحبا حي الله يا عم معلش عيد لك شنو مال جديد ايوه تعال انت بغاي حي الله حي الله يا نسب حي انطم انطم يا محمد انطم كيف انت؟ حيا 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 هذا سب كيف انت؟ الله يحييك شو حالك؟ وحشتني يا محمد سس والله وحشتني احنا زوجناك احنا زوجناك حيا الله يا عم يا مرحبا حيا الله من جاع عم عمي ويا حب الحبيبة ويا لها يا نجم فوق الأرض ولا في السماء عمي تمخدرت الوجوه شهاها وزبارجت كل الجروج جددتا قيني شعر أضعينيش ما شاء الله ما شاء ليش ما شاء عند البردوني إذا معك موضوع فكتبا خلينا جابر عمي من أجل الثنايا كي يستاني وعلى ألو بعد خلينا شعر من الحزن السرورا ها لا تحسد يا عمي يا هذا ها راعي راعي يا عم عم الو من معي يا مرحبا يا مرحبا اين انت ماله خلاص انا البيت حقي جنب المكتب زعما تعرفني ايوه ايوه يا عم 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 ايوه وصلنا عند البيت فعلينا اليوم عاد نجي عطيت الزلات عم عصا عصا عطيت الزلات معاك يلا كمان صلى عند البيت فعلينا اليوم عاد نجي مع السلامه يا عم عم كيف انت يا عم الحمد لله ما بعد اي موضوع يا عم اي الموضوع موضوع المرح حقي الذي احنا قاعد قدام يوم زوج ثلاث شهر جزت عندي وشهر عندك يا عم ايوه ليش انا قلت لك مره بعد مره يا نسب ما تفتح الموضوع هذا الا قلت لك انا اربع ثور مكرني اربع ثور حق ما حق ما اربع ثور شهود شهود على امي يا محمد شهود على ما فعلت ما فعلت يا عم قول لي ابن علي يا عم انت اصلا قليل ادب ها انسان ما يمت على المكنف لما هو اخس من ناس او مع يا محمد تخبى علي وانا بتصل في حقك يا محمد ربك سب الله يا محمد لا يا محمد ما يسرع مالك يا عم مالي ما يسرع ما يسرع استمت على وهو داخل البيت ها اي بفعل طلعت هذا من فوق السقف ما تغلط عليك براحة ما لبك يا محمد هكذا ما لبك وانت انت قرقين ما لأمه بتصيح كان صيح شعر أمي مش بتصيح أمه أختي أيوه هو عمي وحالي يزت وأخوه ينزلوا ملك ما عليك عنده يا عم انت اربع ثوار وبعد الرجال هذا ناوي يفتح محل ابوك وما امانه ما تخرج الا بخمسه ثوار ثور ادب ما كان قال يا عم انا ما فعلت اصلا لو ما بتحملني هذا كله ما فعلت لا حر ما هو الموضوع والله ما اليوم حر ليش يا عم الو وينك هو ده احنا جايين يا خيال يا محمد لا محمد مرتي هذا عمك لك العمان ولا دقيق شبه يجي هذا عيش فيك يا باي ما لها محمد هكذا ما لها بك هكذا ها ما لها هكذا ما لها هذا هكذا سهل باي 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 أهلا وسهلا كذا ما لك في حق المهنة مخزوقة والله انا برد هذا اللي برد الدنيا حماها
ايوه انا ابوك هكذا يا محمد. ايش هو الموضوع انا يا محمد؟ انا من يوم ما تزوجت قد ايش هذا الشيء؟ انا داري المرجزات عندي شهر بعد شهر العسل وشهر عند ابوه. ما له ابوك هكذا يا محمد؟ انا ايش اجي لها بنت يا محمد؟ يا محمد يا محمد يا بس 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 سمعت بنا والله ما عتريت من اختي انت ولا هي كلنا اخوات يا محمد. الله صل على النبي. الله صلى وسلم على الصلوات الله عليه. ما له ابوك هكذا بتكيف؟ انا كيف تزوجت شهر عندك وشهرين عند ابوها؟ انت صدمتها ولا تزوجتها؟ والله ما داري يا عز. كف عزك كف. لا ما وقعت يعني مش داري بشي. مش انا داري انا كنت في البلاد. كم لك؟ شهري او حانقه ماشي زلت الديش. يعني اسمع اسمع وقطع. كنت اشتي اقول لك اسمعي وغير الوبع. ما اسمع قل لي ما لابك هكذا؟ ما سويت ما فعل لل ما ابوك بتكيره؟ انا ما بتكيره شبي ما بتكيره. كان ما بي ما لديك اي حنقات قبل شهرين؟ ايوه يوم ما حنقات امي يعني. طيب ما دخل مالدي بمشكله؟ ابي ما يصيرش يستغني عن خدمات المراه في داخل البيت. فقامت مرتك وجاءت الى البيت فاخذها لي. وانا اجلس وحدي مثل كليبي. ماذا تعني كليبي؟ اصغر من الكلب. الجرو مع فوق الجرو. اكبر من الجرو. اطول من المده. المهم يا ابو الحروف ما انبعث. اسمعني انا اعددت لك حل. ايوه الحل هذا بس تمشي معي لان ده الشيء مرضك. ايوه المرا حكت مع خريج من داخل عند بي. ايوه الا بمرا ثانيه. والمرا الثانيه هذه ان شاء الله تكون مرتي. ايوه صل على النبي. صلوات الله صلاه على النبي. اللهم صل وسلم على حبيبي رسول. المهم كيف نفعل؟ ابي هو قال معي يزوجني الا ايش بوظيفه. فانا قلت اعجز اتوظف. ايوه سمعت. ايوه وكيف عدد بالضبط؟ انت سيد تخرج دحين وسيد تتصل لي على انك عايش الشركه. ايوه وان انت قد قبلتوني في الوظيفه. الو ايوه يا معلم. وان انت قد قبلتوني في الوظيفه. ايوه وهو بيعي يفرح ويزوجني ومرضي تدخل ومرضي تخرج. يعني اتصلك وخرج واتصلك على اننا الشركه. ايوه وكل في اتصال احنا موقعين على العمل. واكذب يا محمد واقع من الكذاب على ما تشتهي. صح يا محمد واقع على كذب صح؟ يعني شيني اخر عمري اكذب يا محمد صح؟ انت عارف اني انا اكذب ابدا ابدا ابدا. لا 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 محمد لا تهرجيك بليز بليز بليز. لا 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 بليز. لا 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 بليز لا تهرجيش يا محمد. انت صح انك نسب واخواني لكن انا اكذب. لا 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 بليز يا محمد. اوكي 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 شيت يعني ما صبر شو خطه خلاص يعني متاكد محمد انت شنو كذب؟ ايوه لا 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 بليز. بس هذا يعني كذبه يعني في فعل الخير عادي. لا 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 بليز بتفهم يا محمد اكذب انا؟ لا 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 بليز. شكرا. لا 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 خلاص خلاص لا تزعجنيش. كيف خلاص؟ خلاص انا مقتنع. ومرتي؟ مرتك سيد؟ لا 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 بليز عاد ما اقدر نزهق مكمل اخره سيدا وجيدا على النبي ما ملل والله ما تشم. يعني انا قصدي لك كذبت وفعل خير صح؟ اه وفعل خير. يفعل خير ويجمع بين قلبين صح؟ اه خلاص يلا انا موافق. لا ليش؟ لا 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 بليز خلاص انا هذا موافق. لا 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 خلاص انا تغيرت رايي ما اتزوج الحين. انا ضروري اامن مستقبلي وضروري اتوظف بالصدق. ليش ابدا بحياتي بكذب؟ اي خلاص انا موافق. لا 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 بليز يا محمد انا موافق. لا 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 بليز حتى انا خليه وافق. سيد زر. يلا حين يلا خلاص ايش اقول لك ان انا من الشركه وكيف ما شاء الله شركه. اتصل لك من الشركه صح؟ أيوة. ونحن لقينا لك عمل. ايوه خلاص كذا خل على الجنب مع ابنك. ايوه انت اخذ ابوك ابنك. يلا مع السلامه. مع السلامه. يا نسى يا عم الكل والعشي اشمس هذا ايش مالك اخبال مالك؟ ما هو يا اخي والعشي اشيل اين عاد هيزيد الملح ما يلا قوله يصير خارج المدرسة.
خلص روح يسيري أسأل اشتري لي غدا أول تغدي تغدي أيوة أسأل جينا لي ببس ما أيوة يسيري اشتري لي ببس ما بديش أتغدى لا ببس اشتري لي أنت عيب عيب أنا أيوة أسأل اشتري لي محمد كثير اشتري لك انا صح ما اقدر يا عم ما بلا اجيب الببس حق انا انا ما اشتري ما بستخدم من الببس اه يلا اكتب بسرعه انا اجيب غدا لا ببس بسرعه وعد يجي يلا مع السلامه يلا ايش اقول لك؟ يا محمد محمد ايوه صح يلا اطلع على عند اختك ولا تقرب الغدا للصاله يلا جديد يا بالموعد اطلع 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 جديد يا مريم اري عايش ثاني بدون وقت غدا مش بصيح ما بنا صيح تعال 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 ما فيني سفارة ما في ما فيني شيء يا خد صلى الله عليه والله مسوي شيء معي يا ابو انا شيء الزواج والله ولا شيء انا انا مهد ليش الزواج من وين طوي ها ها واحد ما قد فتح ها ما هو ايش الو محمد شركة ايش اقول لهم محمد لا راح اطلق فون امك شركة لا راح اطلق فون امك هاي قد اسمها منو هذا منو غلطان غلطان يحكم لا هي لو ما نلقاه يحكم في دور المشكلة الدول سعدها الاخوة اذا الحر ملان يا ابو الله رفاه الام منو هذا السلام عليكم ايوه ايوه السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم طب ايش السلام عليكم منو هذا طب ايش يا استاذ محمد أيوة. كيف حالك يا عزيزي منو كيف حالك يا عزيزي الحمد لله يا حبيبي احنا شركه سجنون يا استاذ محمد احنا شركه سجنون ها ايوه انت اللي قدمت عندنا الملف قبل تقريبا 14 سنه ايوه صح واخيرا يا استاذ محمد بعد 14 سنه يا استاذ محمد حصلت على العمل يا استاذ محمد الحمد لله منو سعدك بس يا استاذ محمد ضروري نتكلم علشان موضوع الراتب لا والله قسما اول سنه لا 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 والله ما نتكلم الان بليز ايوه ضروري نتكلم على الراتب بس مع السكرتير المصري تفضل ازيك يا استاذ محمد الحمد لله ست نعيمة انا مش ست نعيمة انا بسطويسي انت بسطويسي انا بسطبوشي ضحكتني بالتلفزيون بالتليفون مرة تانية يا استاذ محمد والله ده انت بتضحكنا وحيقلبوا الشاشة فوقي فوقك احنا عايزين نتكلم على الراتب انت عايز كام عيب الكلام على الراتب ما يصلحش هو ما عملكش حاجه اصلا خلاص اتفقنا بقى يا استاذ محمد شكرا يلا باي 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 قول لي تي بيبس تمام للغداء يا مستر موسي ما تجيب معاه بيبس ما لا قاعد الدكاكين كله اتصلت يا عمود لمن؟ قلي داري بالموضة يعني حتى انت يا نساب ها الحاجي ها شفتي ببش تتصل له على اساس وظيفة عيب استحيل والله انا ناقص بجنيه والله عيب خيال عيب يا خالد انت يا خالد استحي يا اخي والله يا عم ناقص بجنيه والله ما تشم مرب هذا المسلوب محمد اسمع يا ابا انا بنت طلبك مضرب حق صح ما في انا بقولك زوجني صح ولا يجب عرض الطيب دو عبس واجه هم ماشي ها دو عبس واجه صلينا على رسول الله اللهم صل على بعض الله الحين هذا قالك شي تزوج الشي تزوج الرب ما تجيب شمس اليوم هذا إلا وقد خطبنا وعقدنا وش واجه يلا سير بتل سير بتل بعد المرة أي عزي سير بتل قالك ليه سير بتل خلاص نجعل الخطة سواء هذا ولا ما هذا ومرتي مرتك بعد العرس بالزهق وش سير يا محمد ومش معانا وقت سير محمد مالك يا عم مرتي ليش ما جاب لك جلس يا عم مرتي قليل ولف أول واحد يتزوج يا عم مالك مالك أنت ما توقع عاقل أنا الشيء نسب يقول حاضر مرحبا حاضر مرحبا صيح وتتوش العلامة على مرضي على أبوها لعنة الله من الذي ملك عجل قال ما تصدقني صلاة لازم نروح تقلو جديد صلي على رسول الله صلاة الله عليه اسمع يا نسب هيا عم أنا أشتي نسب يقول حاضر مرحبا حاضر مرحبا إذا صلينا على رسول الله صلي
الله عليك. وإذا الحين نسير للولد مريخ. أها. ونعرس. أيوه. وإحنا بحاجة البنت ده. أها. أها. الله ينعم النبي. خلاص علي. وبعد العرس الجبل. هيييي ومرضي. بعد العرس عطلك. عندكم بنت خيبة. بلا بلا يعلم بلا نبكوا بلا الناس. هدي يا حري يا عم لو عيكم بريد خيبة لا أخذ حرام ما عندهم يطلق نعم أنا بريد خيبة أنا ولا أنت ذي الشربعة ثوار من أين جيت هذا المجال أنا بين أقول لك بعد العرس للجابر ما كنتش بعد العرس جيت أربعة ثوار يا عم على ما أنت جابر ما فعلت أنا شدرا ما فعلت قول لي ما هو خطاي بس وريني يا أخي صلى الله عليه وسلم احنا نكون نسب أنت نسب أيوة أنا نسب توقف معنا نسب تحاك يا خالد ده الحين توقف معنا بعدين احنا من يا خالد صلى على النبي صلوات الله عليه عنده خطا بعد ايوه وكما كملنا العرس حق الولد ارجع للجابر في مرتك ترني من يضمنك يا يضمني الحري واحمد ها 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 قول ضمي ما هو عبد المناف واه كلمه مشي صلاه مشي صلاه يا احمد يمرن مرن قول ضمي وبس ضمي اها ولا بدك حسن يلا يلا بسم الله انا عندي بصير نعرس للولد خلنا يا والله زفه ايوه ايوه يا ها العبوها يا بزلو يا كم عرس القبيلي مرام عندنا عرس حنا نضمن فيه لحظة أيوة الحين جت تقول هذا جل حرم يا عم ما شاء الله والعرس وعلكم أمان ما شاء الله عرس توفيق من الله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله كيف من العرس معاكم سابر كم من العريس الحمد لله الحمد لله على الوعد يا عم ليش ما جابلك يا عم ايش ليش ما جابلك يا أحمد هذا العظمي جلس ليش ما جاء؟ جلس الحين صلينا عرسه صلوات الله عليه اصلا ما عتريت المريخ الامها الامها ايوه وان داري ان امها هانك الحين نقوم نسير احنا وانت عند عمي ايوه لجابره اها ونسير ما هو مطلبه ايوه وسرعينا ورقه ايوه الو من معي مت الخي انا عاد متخمل انا البيت ما بيش في جيبك الف جهنا هاي جهنا جابر انا من جابر احنا قلنا اروح لبنكم الله وانا ما بنفعل يا عم انا مخلع يا عم انا ابي نركب فين انت كريم بس وانا اشي اقول لك انه احنا عنسل ست مرتك انت صورتك ماشي شمال الا لا يا عم ها انت كنت تختار معي انا سنتي عمي على اظن سنتي عمك وسنتي مرتين عند عمي ايوه انا ما بدينا المريخ ايوه فوان انت مرتك يلا خطيناه خطيناه يلا نزل نرجع مرتك يا عم ولا علي حاله هو نفس البيت نفس البيت ما شاء الله نفس البيت انا صيح لعمي بس ما شاء الله نفس الناس يا عم عم يا عم ازال اغلاظي يا عم يا عم عمي هو عنده ما في سم عم يا عم الله مع عمي يا عم هلا هلا عم هلا عسى خليني اتلقى حيد حيد يا عم حيد الشتي القاعدة الله احفظك ما عدتش معانا قطع غير يا عم الله احفظك جامع انا قلت ارحبكم بالخلفية الله ما احلاها الخلفية من نفق يا عم جامع جي عم جامع جي ايبن جامع عم من انا ما عرفت ليش ما عرفت شمانا هلا اني حاسك يا عم ما عرفت ليش معك سمي سمي زبندلو ابن المسوب انظرون يا عام أي. ما شاء الله كم مقاسك 56 يا محمد 56 ما هو يا عام 56 الاف اي بيعوه مشتري اي راح ولك مخطط كل بيعه مشتري
اوكي والله من جلسي والخل يا عم ايوه اصلا انا ولد اشتروهم سياح 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 يا عم صلينا على سلام اللهم صل على عم يا عم الموضوع ما فيه ايش بدي يا عم ما عرفت ايش هذا الله ولا منهم طارق بالسلام طارق نسبي ما هو يا عم صلي على النبي طارق نسبي يا عم ان جينا الزياجه ما بحد ليش كيف يصير على حمام؟ زدوان؟ الوان انفوخ يا عم الله يعرس لك يا عم والله ما نداري ما أقول لكم من أين أجي لكم من أين أبتعوا ما أقول أصلا المرح حقي حنكت وأنا ما نشتري مش حنكت ما شنتاري؟ ما نشتري والله ما صيحت ولا فتحت ألو ها طيب إيه؟ أيوه أروح معي لو ما مخططا يا عم الموضوع ما فينا البارح لقيت وانا والله ما مديت يدي ولا صيحت ولا اتكلمت ولا قلت لها حتى خرب لي الطريق الو اول الرساله يا عم الموضوع اسمع المرح حكي حنكت ما نشتري ليش حنكت يا عم انا ما جيت الا مسلمه ماشي شاف الله هني ما هو لانه واصل اروما معي ايوه واصل عمل ايوه كري ايوه ها ايوه واصل وانتو عمل واصل يعني ما خليتوش حق لاهلكم وهم لهم حق عليكم الله ايوه بس يا عم هذا هو عمل هو عمل هو عمل عمل انا ما اختلفناش انه عمل بس العمل له وقته واهلك لهم وقت ولهم حق من وقتك بل احنا كل عمل ويحنا عاد عاد انتبه لجهاله ويحنا عاد يا عم هذا نسب في طارق زوياه صلينا على شيء كلام على شيء يا عم ايوه احنا صلينا على شيء انا اوعدك وعد ان ما عندما اوصل للبيت اكون طفي التلفون وعد خلاص وانا ما جيت يا عم لا عندك الا مسلم رضي والله تحكم علي بالجبال انا اشلحهم يعني راضي بالحكم مشرف ولو ما قد حكمت الله المستعان وانا اعطنتك الحكم انتك ها عليك اربع اثواب الله اسرع يا جماعه الله وهذا الخامس الله ينعرف الله الله الخامس كدو عندك واربع اثواب وحد يا قبيلي وانا وسع هيا اسمع اخ لو مصيف يعني عديهن ايوه هيا اسمع اشي وصلك رساله اقول لك انت قادر غيرك مش قادر الله انت قم كل مؤدي يا ابن كم كم دولار يا عم اني ساعة العسل خلينا نكمل الدولار يا عم انا ما جيت انا ولك زوجي ها يا عم انا ما جيت الا مسلم مرضي مشي كبر ولا شيء ولو انا اشي اوصل لك رسالة لك ولا امثالك غيرك قادر ها يعني انت قادر غيرك مش قادر وبه من هو فوق من هو قادر قديم نعم والله لا ينكس كبرتك بأبسط حركة وإنك فانك معوض ما سوى ما سوى الله بدالك بالحالي الله ما صلي على باطن وظاهر اسمع انسى موضوع على اربع الاجواء ايوه صح الله يبيض وجهك ايوه انت مسامح فيه بيض وجهك بيض وجهك لكن به اثنين شروط ضروريه ما انا منفذ يا عم الشرط الاول انك تريد مرتها هذه الله يطول ما بيك خلاص الله انت يا عم لو جيت لك سلي يا عم يا ما غبي ابو حاج سلت هو انت بطل فك عازم انت غبي لو قلت لي الناس محترمين ما يسامع بعض العمال ايوه ايوه لا تفتحش مشاكل هي من احد يا عم جد خلاص ايوه يا عم تريد ملكه من عيني حاضر والشرط الاخير والمهم ما هو انت وهو اليوم معي اين عند عمي ليه المرح حانقة ايوه اليوم العالمي لا بد من رجوعيش ايوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مرسلوا بحديد